السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون. بعد الإجماع على الاتفاقية الأمنية بين الطرفين الليبي والتركي، ما هو مستقبل الملف الليبي؟ وهل ستزداد الأزمة تعقيدا أم أن اللاعبين الجدد على دراية بتداعيات تحركاتهم؟ وهل ستصل أنقرة وموسكو إلى موقف موحد حول الملف الليبي؟ وما هو مستقبل التدخلات الداعمة لمجرم الحرب حفتر في ظل هذه التطورات؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها صحبة ضيوفنا الكرام، تابعونا بعد هذا التقرير. وهناك فئة اعترضت دون أن تقرأ. مع مرور الوقت يزداد الملف الليبي تعقيدا، وينتقل إلى ما يشبه ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، تختفي خلالها ملامح المرحلة المقبلة، وتفشل كل التوقعات التي تحاول رسم مستقبل هذا البلد. فبعد استفراد مشروع الثورة المضادة والدول القائمة عليه على مدى 5 سنوات بالملف الليبي واختراقه على كافة الأصعدة العسكرية والسياسية، تطور سير الأحداث بعد إعلان مجرم الحرب حفتر عدوانه على العاصمة في أبريل الماضي وفشله في الحسم العسكري، ليشهد الملف الليبي اصطفافات وإن كانت غير معلنة تمحورت في الملف الأوروبي القلق من التدخل الروسي في ليبيا من جهة، والجانب التركي الروسي من جهة أخرى. اصطفافات أظهرت القلق الأوروبي ودفعته للتحرك، فعلى هامش القمة الأوروبية في بروكسل حاول كل من رئيس الوزراء الإيطالي كونتي والرئيس الفرنسي ماكرون إلى جانب المستشارة الألمانية ميركل، وحسب صفحة لاستامبا الإيطالية حاولوا تحديد شخصية قيادية ليبية جديدة قادرة على إدارة التهدئة في البلاد، في إشارة إلى قناعة قادة تلك الدول بضرورة تقديم أي مبادرة وإن كانت على سبيل التشويش على المشهد الذي بدأ في التبلور بعيدا عنها. حيث طالب وزير الخارجية الإيطالي دي مايو من فايز السراج تجميد اتفاق التعاون العسكري مع تركيا، كما وعد بلقاء مرتقب مع مجرم الحرب في روما. تجسد هذه الدعوات كم الدعم الذي يحظى به مجرم الحرب حفتر وصعوبة تخيل المشهد بدونه من طرف تلك الدول. وفي المقابل وافق المجلس الرئاسي بالإجماع على طلب الدعم اللوجستي والفني من تركيا. وهنا يرى مراقبون أن إمكانية استلام تركيا لملف التدخل الروسي في ليبيا وتقديم وعود تضمن مصالحها بات مطروحا بقوة في تكرار للسيناريو السوري. ووسط تلك التطورات التي تشبه المحاصصة الدولية، تقف ليبيا على أعتاب مؤتمر برلين يأبى القائمون عليه إلا أن يكون اجتماعا صوريا على غرار باليرمو وباريس. فهل ستشهد الأيام المقبلة تغيرا في أجندات مؤتمر برلين تواكب مجريات الأحداث؟ وما مصير التحالفات التي تشكلت؟ مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، معي في هذه التغطية الخاصة سيد مروان الدرقاش عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي، وعبر الفايبر السيد علي اللافي الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشؤون الأفريقية. فباسمكم جميعا نرحب بكلا الضيفين الكريمين، وننوه في بداية هذه الحلقة على الاستفتاء الذي يظهر أمامكم على الشاشة، وهو هل ترى أن للاتفاقية الليبية التركية دورا يواكب مستجدات معركة الدفاع على العاصمة حتى الآن؟ نرجو المشاركة في هذا الاستفتاء عبر موقع بول دوت تناصح دوت تي في. أبدأ بك سيد مروان الدرقاش، لو بدأنا الحديث من حيث انتهى التقرير، ما مستقبل الملف الليبي في ظل التحالفات التي تتشكل اليوم والتعقيدات التي يسير نحوها؟ نعم، للأسف الملف الليبي يزداد تعقيدا كل يوم. يعني منذ 8 سنوات لم تكن قضية ليبية بهذا التعقيد أو بهذه الإشكاليات، كل ما يتقدم الوقت كل ما تزداد تعقيد القضية الليبية ويتداخل فيها أطراف جدد. هؤلاء الأطراف بالتأكيد يزيدون من صعوبة الحل، لأن هذه الأطراف عندما تتدخل في
الأزمة الليبية هي تتدخل من أجل مصالحها، وعندما يكون لها تأثير بعد التدخل يصبح لهذه الأطراف تأثير، وحتى يمكن تخطي هذا التأثير يجب إرضاء هذه الأطراف، يعني تحقيق هذه المصالح. وفي العادة عندما تكثر الأطراف تكون هناك مصالح متضاربة، والتوفيق بين المصالح المتضاربة هو شيء من المستحيلات كما تعلم. لذلك يزداد تعقيد الملف وتزداد تعقيد الأزمة وتطول الأزمة ربما، ويصبح الحسم بعيد المنال. الآن نشاهد يعني بروز طرفين جديدين، أو قد نقول أن هذين الطرفين بدأ يلقيان بثقلهما على الأزمة الليبية. من وجهة نظرنا نحن هناك طرف سلبي وهناك طرف إيجابي. عندما نتحدث عن روسيا مثلا، روسيا كانت تقدم مساعدات بسيطة جدا لخليفة حفتر. نعم، بعض الفنيين لصيانة بعض المعدات. الآن تقدم جنود محترفين، الجنود الذين نراهم في الجبهة اليوم هم من قدامى العسكريين الروس الذين خاضوا الحروب، وهم محترفون جدا ولديهم في الجبهة تتكاثر للأسف. يعني نيويورك تايمز تحدثت عن 1800 روسي، ربما الآن زاد العدد. أيضا التدخل التركي وإن كان تدخل إيجابي في صالح حكومة الوفاق الوطني، ولكن للأسف نرى أيضا أن هناك بعض الحسابات التي تسيطر على هذا التدخل. نرى الآن يعني شبه تراخي في تقديم المساعدات لحكومة الوفاق الوطني، ولعل هذا التراخي وراءه بعض المقاصد أو بعض المصالح التي لم تلبى، أو ربما أيضا ضغوطات دولية تفرض على حكومة الوفاق الوطني حتى لا يتم الاستفادة من الإعانات أو المساعدة التركية بشكل مباشر. التعقيد يزداد بالفعل، ومع التعقيد ستصبح الأمور أصعب والحلول أصعب بالتأكيد. نعم سيد علي اللافي، الآن كيف تتابع توالي التصريحات التركية من مسؤولين أتراك بدءا من الرئيس رجب طيب أردوغان؟ أخيرا اليوم يقول في مناسبة تدشين غواصة من صنع تركي، يقول أن تركيا ستزيد من الدعم العسكري لليبيا إذا اقتضت الضرورة، وستدرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية. يعني مثل هذه التصريحات التي لا تزال تتوالى من قبل المسؤولين الأتراك، وربما لا نرى تجاوبا من قبل حكومة الوفاق نحو مثل هذه التصريحات. طبعا هو الثابت الرئيسي أن هناك حرب على الأرض وحرب مواقع، هناك ترابط بين المحلي والإقليمي والدولي. الصراع في ليبيا هو انعكاس الأزمة الخليجية الأولى سنة 2014، فحدث الصراع ما بين الكرامة فجر ليبيا. الصراع الخليجي في جوان 2017 انعكس على الأرض بين الكرامة وحكومة الوفاق، أي بين حكومة الشرق الليبي وحكومة الغرب الليبي. ما يحدث الآن هو أن هذا الصراع يعيش مراحله الأخيرة. كيف سيحسم؟ هناك عوامل طبعا في الداخل، هناك عوامل إقليمية، وهناك عوامل معناها الدولية. أنا تحدثت عن العوامل الإقليمية. الآن هناك حسابات تكتيكية، لأنه الأتراك هم حلفاء الروس، ولكنهم يختلفون معهم ويتقاطعون معهم، وبالتالي كيف سينتقل الروس إلى حلفاء الأتراك في الساحل الليبية، بينما التحليل الظاهري يقول أن الأتراك مع حكومة الوفاق وأن الروس مع حفتر. والحقيقة الخلفية هو أن الروس في الأخير عند أي شخص يحارب على الأرض، سواء كان طرف محلي أو طرف إقليمي أو طرف دولي، هو يبحث عن تجسد سياسي، عن مشروع سياسي ليجسده. فالكرامة هو في الأخير ماذا هو؟ شنو الكرامة؟ هي عودة النظام القديم بآليات جديدة، يعني القذافي 2، يعني سيسي ليبيا. مشروع الوفاق
الذين يدافعون عن العاصمة يدافعون عن خيار دولة مدنية، هم في الحقيقة يدافعون عن كل منطقة، لأنه الصراع الإقليمي والصراع الدولي يرتكز على الخلاف بين وجهتي نظرة. الأولى تقول نبسط أنظمة عسكرية في كل منطقة شمال إفريقية، والثاني تقول أنه التجربة التونسية نبسطها يمينا وشمالا، بما يعني تصبح ثم تجربة ديمقراطية في الجزائر وتجربة ديمقراطية في ليبيا تحاصر النظام الانقلابي في مصر، فتتحقق معادلة سياسية، ونتمكن آنذاك من أن تكون ما حدث في السودان يتحول أيضا إلى مشروع سياسي. هذا أيضا الأتراك يبحثون عن مشروع سياسي، وبالتالي فالروس لهم مشروع سياسي وهو السيف والإسلام ليس حفتر. المحاربة مع حفتر هي مسألة اقتصادية تكتيكية ظرفية، سترى أن الروس قد يعلنون عن سحب كل قواتهم وكل مواطنيهم من الشرق ومن المحاربة حفتر. في نفس الوقت هناك إرادة أخرى وهي البقاء لتقيس أنه يكون هناك حل سياسي، فيتواجدون من حيث الخلفية الاقتصادية، هناك مشروع السكة الحديد من بنغازي إلى من أقصى الشرق الليبي إلى أقصى الغرب الليبي، وفي التالي في العملية فيها معادلات، معادلات رئيسية. هناك تردد في التدخل التركي من طرف حكومة الوفاق والسماح به زمنيا، لأن حكومة الوفاق أيضا مرتبطة بعلاقات دولية. لم يمن السراج يوم الإربعاء إلا عندما كان يوم الثلاثاء ليلا موجود في البحرين مع الوفد الأمريكي، وهو نفس الوفد الذي قابل حفتر في الأردن. فالعملية هي عملية معادلات سياسية معقدة ترتكز على طيب يا سيد علي الحصر. سيد علي، ربما هذا تحليل عام للمشهد، لكن دعنا نفسر المواقف. كيف ترى كيف تفسر موقف حكومة الوفاق والتباطؤ وقلة التصريحات إلى درجة عدم المبالاة في مقابل توالي تصريحات المسؤولين في تركيا حول الدعم العسكري والأمني لحكومة الوفاق؟ شوف، الأتراك سيتدخلون في اللحظة المناسبة، وحكومة الوفاق ستسمح لهم، لأن المعادلة الذي يتحكم فيها هو منطق التوازن. ليس هناك حل، سيستنزف الطرفان ليجلس في الأخير على طاولة المفاوضات، لأنه مفهوم الحرب هو أن هي لعبة سياسية. نحن نحارب من أجل الكسب، ونحن نكسب من أجل أن نستعمل الحرب كوسيلة للكسب. العملية عملية توازن. عندما سيكون حفتر متقدم عسكريا ستتدخل تركيا وتعيد المسألة للتوازن، وعندما يكون حفتر الآن قد خسر عديد النقاط حتى داخل طرهونة، ما يسمى بالوديان أو ما يسمى بالتربش من كتيبة الظليطة التي حققتها أول أمس في الداون، في الأخير سنصبح أمام معادلة سياسية توازنية. يعني حكومة الوفاق أمضت الاتفاقية وحضرها ليس السراج فقط بل وزير الداخلية أيضا بناء على معادلة التوازن. يعني الأتراك سيتدخلون لإحداث التوازن وليس لإحداث التفوق. طيب أعود إليك سيد مروان درقاش. سيد مروان، الآن ربما المشهد كما تتابعه هو احتدام المعارك في جنوب طرابلس، ولا زالت الجبهة بين كر وفر، وتدخل روسي سافر من قبل المرتزقة الروس. يعني السؤال سيد مروان، البعض يرى بأن هناك احتمال لوصول توافق بين تركيا وروسيا، لكن ليس لصالح حكومة الوفاق، إنما بضمان مصالح تركيا في ليبيا والحدود البحرية ومشاركة في إعادة الإعمار مقابل التخلي عن حكومة الوفاق. هل يمكن حصول مثل هذا السيناريو؟ نعم، الضغوط رهيبة على الطرفين، على الطرف الليبي والطرف التركي. هناك يعني ضغوط كبيرة جدا جدا. الأوروبيون في حملة محمومة منذ إبرام الاتفاق البحري العسكري بين تركيا وليبيا، ولعلك يعني إلى بنغازي ثم إلى طرابلس،
وكيف أن أيضا هذه الدول الأوروبية تحدثت على أن المجلس الرئاسي قد طلب إعانات عسكرية منها نتيجة هذه الضغوط. كل هذه الضغوط، يعني وزير الخارجية الإيطالي تحدث على أنه يجب إيقاف طلب أي معونة عسكرية من تركيا في مقابل أن إيطاليا تتعهد للمجلس الرئاسي بأن تقنع حفتر عن تخليه عن فكرة دخول العاصمة. وطبعا هذه وعود لا يمكن الوثوق بها، كما قال فتحي بشاغة في إبريل الماضي بأننا فقدنا الثقة بالمجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي كرر الوعود وكان في كل مرة يعني يخلف هذه الوعود. إذن الضغوط موجودة، لكن على الساسة في البلدين سواء تركيا أو إيطاليا أن يضعوا في اعتبارهم بأن الفرصة محدودة وأن الوقت ينقضي، وأنه إذا لم يتم اتخاذ القرار الصحيح في خلال أيام قليلة ربما لن يستطيعوا تدارك يعني الكارثة التي ستحل بالعاصمة وستحل بليبيا بالكامل. إذا سيطر خليفة حفتر على العاصمة وسيطر على ليبيا ستخسر تركيا كل ما فعلته أو ما قامت به في الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا، وستخسر كل مصالحها في ليبيا سواء السابقة أو المستقبلية. أيضا سيصبح البحر الأبيض المتوسط بحرا معاديا لتركيا، يعني لا توجد أي دولة الآن في البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تمثل سندا أو تحالفا لتركيا، كل الدول تعاديها، لا يوجد إلا ليبيا. نعم. إذا فقدت طيب يا سيد مروان أيضا فستصبح نعم. يعني وحيدة في هذا البحر. نعم سيد مروان، لكن يبقى الآن إلى حد الآن الموقف التركي ربما متقدم جدا عن موقف حكومة الوفاق، ربما الرسالة التي مفترض أن توجه إلى حكومة الوفاق وليس إلى الأتراك. ما لدي من معلومات بأن حكومة الوفاق قد وافقت أو اعتمدت الاتفاق الأمني والعسكري مع الدولة التركية. أيضا هناك أخبار أو أنباء وردتني بأن رئيس المجلس الرئاسي قد قام بتوجيه رسالة إلى الرئاسة التركية يطلب فيها الإعانة والمد العون عسكريا لحكومة الوفاق وقوات الحكومة الوفاق. صحيح أن هذه الرسالة أرسلت إلى تركيا وإلى إيطاليا وإلى بريطانيا، لكن ما يطلبه الآن الرئيس التركي قد تحقق، وهو أنه هناك طلب رسمي من حكومة الوفاق بتقديم العون العسكري لقوات حكومة الوفاق. والآن على تركيا أن تتحرك إذا أرادت أن تحافظ على مصالحها في البحر المتوسط وفي ليبيا أيضا. لأن كما قلت إذا فقدت تركيا هذا الحليف الليبي فستصبح يعني منبوذة ووحيدة في محيط البحر الأبيض المتوسط، ولن تستطيع أن تسترد الثروات البحرية التي نهبت منها. هناك ملاحظة أريد أن أذكرها بشأن التدخل الروسي. فالحقيقة التدخل الروسي في ليبيا ليس تدخل على مستوى المرتزقة، بل هو تدخل رسمي حتى وإن لم تصرح الحكومة الروسية بذلك، لأن الجنود الموجودون الآن يقاتلون بجانب حفتر ليسوا مجرد مرتزقة، هم موظفون في شركة فاغنر التي يمتلكها أحد المقربين لرئيس الروسي بوتين، والحكومة الروسية لديها علم كامل بما تفعله هذه الشركة، بل إن هذه الشركة تستعمل المطارات وتستعمل الأراضي الروسية في نقل هؤلاء المرتزقة أو هؤلاء الموظفون. إذن القوات الموجودة في ليبيا هي قوات روسية غير نظامية، ولكن ليسوا مرتزقة، وإنما هم بالفعل يعني قوات روسية تحت إشراف الحكومة الروسية. إذن تدخل روسي هو تدخل رسمي ولكن دون إعلان، دون أن يتم الإعلان عليه، لأن روسيا لا تستطيع الإعلان عن تدخلها في ليبيا، لأن الحكومة أو الجهة التي تدعمها في ليبيا جهة غير شرعية على خلاف ما كان في سوريا. نعم. لذلك لا تستطيع أن تعلن عن هذا التدخل. أما هو فهو تدخل رسمي سوري روسي نظامي وليس مجرد مرتزقة. نعم. طيب سيد علي اللافي، لو نعود إلى أيضا الموقف التركي الروسي، ربما ذكرت أن هناك تقاطع في المصالح بينهما، هل يمكن أن يصل لقاء بين رجب طيب أردوغان وبوتين إلى يوم 8 يناير القادم
يمكن أن يصل إلى اتفاق حول الملف الليبي يكون في صالح نزع الفتيل الأزمة وتراجع ميليشيات حفتر، ربما أيضا هناك لجان قد تم تشكيلها بخصوص هذا الاتفاق بين روسيا وتركيا. شوف بالنسبة للروس، أولا يتحركون نسقيا داخل الساحل الليبية في اتجاهات ثلاث. الاتجاه الأول وهو اتجاه غير معلن، وهو إعادة سيف الإسلام إلى بعض رجال النظام السابق إلى مربع الأحداث باعتبار الالتزامات السابقة والمصالح الاستراتيجية السابقة، باعتبار أن ميدفيف قد سمح عندما صوت ميدفيف مع الناتو يوم ذاك. والجانب الثاني هو التحرك على مستوى ما يسمى بإحداث التوازن بين كل الأطراف. الروس ذهبوا إلى مصراتة، استقبلوا معيتيق، استقبلوا سراج، استقبلوا النجري، استقبلوا أيضا حفتر. الاتجاه الثالث بالنسبة للروس هو في اتجاه حفتر باعتبار علاقاتهم مع المصريين وقاعدة مرسى مطروح واتفاق علاقاتهم الممتدة أيضا مع الإماراتيين، وبالتالي هناك اتجاهات ثلاث. الجانب الآخر أنه هنا أمامنا ثلاث أو أربع محطات. عندنا 8 يناير جانفي 2020 اللقاء القمة الروسية التركية، ثم 30 يناير قمة برلين على مستوى الرؤساء لو تمت طبعا، وعندنا 15 فيفري اللي هو أنه قد يحسم في بقاء غسان سلامة من عدمه ولقاء موسع حول الموضوع الليبي، وعندنا أفريل عندما سنأتي إلى نهايته. لكن من هنا إلى ذاك التاريخ هناك وقع على الأرض، المجتمع الدولي المجتمع التفاعلي، من ينتصر على الأرض يستطيع، وبالتالي هذه الموازنة ما بين الوضع على الأرض اليوم وبين لقاء بوتين أردوغان الذي سيعدل العملية مثل ما عدل الموقف الأمريكي في علاقته بالأطراف، لأنه لقاء قمة 20 في 28 يونيو الماضي ولقاء القمة في واشنطن يوم 15 نوفمبر الماضي والتي تتزامن مع وجود سيالة وبشاغة هو الذي سمح للسراج بضوء أخضر للسراج لإمضاء الاتفاقية، وأيضا سمح للتحرك التركي من جديد في اتجاه الملف الليبي، وبالتالي كل هذه الموازنات يجب وضعها في الاعتبار. هناك تشابك وهناك تناقض مصالح واضح، بس حتى في 51 تناقض المصالح هو الذي سمح لليبيا أن تهرب من مطبات القرارات الأممية وتحصل على الاستقلال، وبالتالي تشابك المصالح على مستوى الجانب الاقتصادي، على مستوى الأرض، على مستوى المعارك الميدانية، على مستوى تشابك العلاقات الدولية والإقليمية اليوم هو الذي سيؤدي بالأحداث. والموضوع بالتالي ليس من البساطة. في الأخير إجابة على سؤالك، أعتقد أن الأتراك والروس سيصلون إلى كيفية معينة للتواجد في الملف الليبي باعتبارهم أعضاء في ما منها في قمة 5+5 التي ستعقد في نهاية يناير القادم. وأيضا ربما أيضا وجود سوابق لكلا الطرفين في سوريا وربما أيضا في البلقان في مثل هذه الملفات يمكن أن يتفقا على يعني توازن معين مع وجودهما في هذه الأزمة. أي طبعا وبدون أن نغيب أن هناك توافق تركي جزائري وهناك أيضا حضور روسي قوي في الجزائر باعتبار حليف قوي للمؤسسة العسكرية والدولة الجزائرية، والجزائر لها 1000 كيلومترات، وهناك أيضا حديث عن حضور تونس أن أردوغان قد اقترح حضور تونس، وهناك أيضا حضور جزائري في خطاب التنصيب الرسمي قال نحن شركاء في الملف الليبي أحب من أحب وكره من كره، وبالتالي معناها المسألة فيها بعد محلي ميداني عسكري سياسي، وهناك بعد إقليمي توازن بين المحاور الإقليمية، وهناك بعد دولي باعتبار أن الأمريكيين ينظرون إلى أن سنة 2020 سيتخففون من الملفات الخارجية، وبالتالي سيكون هناك حضور الدور الروسي أيضا. روسيا يجب وضعها في الاعتبار أنها تمارس سياسة الهجوم بدل الدفاع باعتبار أن عندها حواضر في أوكرانيا وفي القرم، وبالتالي هي عندما تتواجد وتظهر الشرطة في الملف الليبي تحمي
بشكل آلي هجوميا حوضنها في القرم نعم. وفي أوكرانيا ومصلحها. نعم نرجع أن تبقى معي السيد علي اللافي نعم. وكذلك ضيفي السيد مروان الدرقاش. إلى فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون ثم نعود إليكم. والمذكرة الأولى احتوت على 4 بنود رئيسية. البند الأول مكافحة الإرهاب، أيضا هناك نوع آخر من الإرهاب يتمثل في تنظيم الكرامة الإرهابي بزعامة خليفة حفتر. الحكومة التركية عازمة على تنفيذ هذه الاتفاقية، وإلا كانت دخلت للتوقيع عليها خاصة في هذا الوقت المتوتر. أين يكمن البيع؟ أين يكون البيع في تصورهم المتشوه ذهنياً الذي يأتي ويساعدك على استرداد 39,000 كيلومتر مربع من المنطقة البحرية كانت مهضومة وتستغلها مصر واليونان لصالح الكيان الصهيوني؟ ويجب على حكومة الوفاق أن تتخذ القرار بحسم المعركة على الأقل في المنطقة الغربية. يجب أن يزول التهديد على أبنائنا وأخواننا وجيراننا في والأحياء السكنية في طرابلس. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. أعود إليك سيد مروان الدرقاش. سيد مروان، في تصريح لمسؤول بالخارجية الأمريكي لرويترز يعني يعبر عن موقف الأمريكي بأنه يقول واشنطن قلقة للغاية تجاه التصعيد العسكري من جانب حفتر وتدعو كل الأطراف لعدم التصعيد، ويقول أيضا المذكرة التفاهم موقعة بين تركيا وليبيا استفزازية ومثار للقلق قلق الولايات المتحدة. يعني كيف تفهم الموقف الأمريكي من هذه من خلال هذه التصريحات وكذلك موقفه من الاتفاقية الليبية التركية والمستجدات على الأرض؟ في الحقيقة الموقف في الإدارة الأمريكية في ظل حكومة ترامب هو يعني لأمريكا تؤلي الملف الليبي اهتمام أقل، ولكن ما يعني يثير اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا هو شيئين. أولا خليفة حفتر بقي في أمريكا حوالي 20 سنة، أصبح عميلا للمخابرات الأمريكية CIA، ووجوده في ليبيا يعني مرحب به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وترى أن سيطرة خليفة حفتر على ليبيا أكبر ضامن لحفظ مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولمحاربة ما تسميه الإرهاب وغير ذلك من الملفات. في المقابل التدخل الروسي يؤرق الأمريكان، لأن يخشى الأمريكان بأن يستحوذ الروس على ليبيا بالكامل ويكون لهم سيطرة كاملة وتمتد هذه سوق النفط والغاز الليبي يسيطر عليه الأمريكان والأوروبيون ولا يتدخل فيه الروس نهائيا على الإطلاق. لكن تدخل الروس بشكل كبير وبهذا الحجم الكبير من القوات، والآن يسيطرون على يعني قواعد عسكرية في الوطية وفي الجفرة، يؤرق الأمريكان ويخشى الأمريكان معه أن تفلت ليبيا من قبضتهم. أيضا هناك التدخل التركي، التدخل التركي الأمريكان يعني هم يعني مترددون، بينما يحاولون طرد الروس بواسطة مساعدات عسكرية لحكومة الوفاق من تركيا، وبين المشروع التركي أيضا الذي يؤرق الولايات المتحدة الأمريكية. شاهدنا هذا التردد حتى في الملف السوري، يعني عندما أعلنت تركيا عن عمليتها في شرق الفرات، الولايات المتحدة الأمريكية قررت الانسحاب وتركت الأكراد لقمة سائغة لدى الأتراك، وفي نفس الوقت كانت تهاجم العملية التركية
وكانت يعني تصف هذه العملية بأنها عملية تهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا كانت مترددة، شاهدنا انسحاب ثم عودة مرة أخرى. لم تحزم الولايات المتحدة الأمريكية سياستها في سوريا خاصة من التدخل التركي. أيضا في ليبيا لديها الكثير من المخاوف الآن، تخشى من سيطرة روسية، أيضا تخشى من سيطرة تركيا إذا سمحت لتركيا بإعانة حكومة الوفاق الوطني. لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تبني سياسة واضحة في ليبيا، دعمت حفتر ثم يعني أصابها الخوف والتهديد من التدخل الروسي، الآن أعطى الضوء أخضر للأتراك لكي يبرم اتفاق مع ليبيا، ثم يعني الآن تخشى من الدور التركي كبير في ليبيا. إذن الدور الأمريكي لازال دورا ضبابيا غير واضح، وربما ينعكس على وربما يكون هذا الموقف ربما يكون هذا الموقف الضبابي مقصود. دعني أوجه هذا السؤال لسيد علي اللافي، لكن قبل ذلك أريد أن أجدد التذكير بهذا الاستفتاء المعروض أمامكم على الشاشة. هل ترى أن للاتفاقية الليبية التركية دورا يواكب مستجدات معركة الدفاع عن العاصمة حتى الآن؟ سيد علي اللافي، هل الموقف الأمريكي الضبابي من خلال معارضته أو قلقه من الاتفاقية الليبية التركية في نفس الوقت كان ربما يتعاطى مع كلا الطرفين ومخاوفه من التدخل الروسي، هل هذا الموقف مقصود لإطالة هذه الأزمة وإطالة الحرب بحيث دائما يكون هناك توازن لا رابح ولا خاسر في هذه المعركة؟ لا، أولا السياسة الأمريكية ليس كل ما هو معلن هو حقيقي، هناك مواقف غير معلنة. الأمريكيين الآن ليسوا مع حفتر، ولكن كما قال معناها الضيف الثاني، هو حفتر في الأخير من المشروع الأمريكي، معناها روعي وصرف عليه أموال ولوجستي لمعناها إيصاله ولإبقائه في الساحة رقم في المعادلة السياسية الليبية بشكل عام، اعتباره كان رئيس الجناح العسكري لجبهة الأنقاذ التي أسسها المقري في أكتوبر 81. وبالتالي أنا أعتقد أن الأمريكيين أيضا التعبير عن قلقهم من الاتفاقية التي أعطوا الضوء الأخضر معناها للسراج لإمضائها، قلت أنه صبيحة الإمضاء هو كان الليلة السابقة موجود في البحرين مع الأمريكيين وأعطوه الضوء الأخضر. هل تعتقد أنه السراج من الممكن أن يمضي اتفاقية مع دولة مثل تركيا بدون أن يكون له الضوء الأخضر، أو أن حتى حفتر جاي لطرابلس في 4-4 بدون أن يعطى له أضواء خضراء وصفراء كما قال؟ وهذا موضع السؤال يا سيد علي اللافي، الآن ربما الإذن بهذه الاتفاقية ثم التعبير عن القلق منها، وربما القلق هو طمأن للشريك الأوروبي. نعم، ليس هناك أي قلق، هم يعرفون الأمريكان جيدا. يا أخي، هل هذا الموضوع لم يتطرق إليه في القمة التركية الأمريكية في 15 نوفمبر الماضي؟ هل لم يتحدث عنه في اللقاء الخاطف بين ترامب وأردوغان في قمة 20 في 28 يونيو الماضي؟ العملية هي عملية رسائل، لأنه أنا أذكر أنه الرئيس ميتيران كان يعبر عن إعجابه بأحد الرؤساء الموريتانيين في بداية الثمانينات، ثم تدخل بنفسه في وسط اللعبة للانقلاب عليه عندما استدعاه إلى قمة الفرنكفونية، وبالتالي أخرجه من الأرض الموريتانية ليقع الانقلاب عليه. العملية ليست عملية منها بالحكم الظاهري فقط، هناك في السياسات الدولية وفي التحالفات معناها على أرض متغيرة وفيها عديد العوامل، معناها ليبيا هي كان لبنان الثمانينات، معناها في لبنان الثمانينات كان الساسة والمحللين يقولون أن هذه أرض معقدة لا يمكن تحليلها، مثلما الآن يتحرج البعض من أن يكون محللا للوضع الليبي، لأنه المعادلات التحليل الأوضاع السياسية في ليبيا تخضع للبعد الاجتماعي، للمدن، للقبائل، للكتاب، للأطراف المحلية، للأطراف الإقليمية، للعسكريين، للأنصار النظام السابق المنقسمين على أنفسهم، ليس هناك وحدة متكاملة. هو أصل الموقف الأمريكي من ما يحدث في ليبيا هو هناك فيه فريقين، فريق يعتقد أنه الملف الليبي أولوية، فريق لا يعتقد ذلك،
فريق يؤمن أن الملف معطل للمخابرات الأمريكية، فريق ثاني يعتقد أن الملف عند الخارجية، فريق ثالث عند البنتاغون، فريق رابع يعتقد أن الملف عند الرئيس ترامب وأنه أصهاره يتعاملون مع شركات علاقات عامة، وبالتالي هم الذين مكنوه من مكالمة حفتر. هل أعطي الضوء الأخضر الأمريكي فعلا يوم 4/4 لم يعطى؟ المسألة فيها عديد التناقضات وعديد العوامل، تتغير المعطيات بين اليوم والآخر، وبالتالي نعتقد أن الألمان عندما يشترطون لنجاح ما أعطاه ضمانات، كانوا على حقيقة ضمانات باعتبار وأنه عندما ستكون القمة يوم 30 يناير الماضي المواقف الدولية متغيرة ومتطورة. اليوم الإيطاليين هم حكومة النفاق، ولكن الإيطاليين اليوم قطعوا خطوة في اتجاه حفتر. اليوم الفرنسيين كانوا مع حفتر ولكنهم عمليا تخلوا عليه، باعتبار حتى الذين المسؤولين على الملف الليبي في الإدارة الفرنسية كلهم وقع إخراجهم من الإليزي. وبالتالي تغير المواقف وتغير التعاطي مع الملف على مستوى المصلحة الاقتصادية وعلى مستوى العلاقات الدولية وعلى مستوى ضمان محاور إقليمية هي مسألة متغيرة، بالتالي لا تعطي اهتماما لبيان صحفي يعرب على أن الاتفاقية مستفزة. إذا كانت مستفزة من أعطى الضوء الأخضر للسراج دين ضايا؟ ولماذا لم يذكر هذا التحفظ بين من الرئيس ترامب للرئيس أردوغان في 15 نوفمبر الماضي؟ بالتالي المواقف المعلنة لا تعبر دائما عن الوقائع وإنما تشير إليها وتقرب إليها بالضبط. نعم، طيب هذا ربما تجرني أيضا للسؤال عن الموقف الفرنسي سيد مروان الدرقاش. الآن ربما هناك توقيع لصفقة مع مؤسسة النفط الليبية مع شركة توتال، هل هذه الصفقة هي في سياق سياسي وإبعاد فرنسا وتحييدها عن الأزمة، أم هي من مخطط اقتصادي ليس إلا؟ المؤسسة الوطنية للنفط دائما نأت عن بنفسها عن النزاعات الليبية، يعني الأزمة الليبية، وتعمل بشكل تكاد يكون مستقل عن حكومة الوفاق أو عن الطرف الآخر. لذلك لا أستطيع أن أؤكد بأن ما تم الاتفاق عليه مع شركة توتال هو من باب إعطاء فرنسا بعض المصالح التي تجعلها تبتعد عن الملف الليبي، لأن كما قلت المؤسسة الوطنية للنفط هي تكاد تكون مؤسسة دولية وليست مؤسسة ليبية، يعني لا يستطيع أحد المساس بالمؤسسة سواء كان حفتر أو حكومة الوفاق، ليس لهما أي مؤسسة. نعم سيد مروان. سيد مروان درقاش، مؤسسة دولية. نعم هل تسمعني؟ نعم. مؤسسة دولية برعاية أمريكية. نعم بالضبط، هي برعاية أمريكية، مؤسسة لا يمكن لأي طرف ليبي أن نعم هناك قطاع لمصالحه الخاصة. لذلك فأعتقد بأن ما جرى هو عبارة عن مصالح. طيب وليس لها علاقة بي. سيد مروان، لو ننتقل إلى ملف آخر وهو الآن خطة غسان سلامة، البعض سرب بأن هناك يعني مسارات وتكوين لجان، بدأت ربما المقترح سلامة هو تكوين لجنة عسكرية من 5 في 5 من قلة الطرفين، وتكوين أيضا لجنة من 21 خبير اقتصادي ليبي لتوزيع الثروة كما يقولون، وأيضا تشكيل مجلس وطني من 40 عضو، هذا ربما كمقدمة لمؤتمر برلين. نعم سيد مروان. طيب أحيل السؤال إذا السيد علي اللافي. سيد علي اللافي، يعني مخطط سلامة لحل الأزمة لا زال هو الأصل وهو مدار الحديث في الأروقة الأوروبية خصوصا، ومن هذا المقترح. نعم سيد علي. إذا هناك انقطاع في الاتصال، عاد إلينا سيد مروان. نعم سيد مروان، عذرا عن الانقطاع عن هذا الخلل، سمعت السؤال يا سيد مروان.
نعم سيد مروان درقاش. نعم سيد مروان تسمعني؟ أنا أسمعك. نعم أسمعك بشكل جيد. نعم تفضل بالإجابة. نعم نعم، بخصوص إذا سؤالك عن غسان سلامة والمقترحات التي يقدمها لحل الأزمة في ليبيا، علقت بمثل بسيط، يعني هل يمكن لمريض السكري أن ينتفع من دواء مخصص لضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم؟ هذا الأمر لا يمكن بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يفيد الدواء إلا لمن كان يحتاجه بالفعل. لذا التشخيصات التي يقوم بها غسان سلامة عن توزيع الثروة أو عن توزيع المناصب العسكرية وغير ذلك كلها لا. نعم نعم سيد مروان. نعم انقطع الاتصال. إذن عاد إلينا سيد علي. نعم سيد علي، عذرا على هذا الخلل. السؤال سيد علي، الخيار الأوروبي يبدو أنه متمسك بغسان سلامة وبالطرح الذي يقترحه وتكوين لجان كما ذكرنا، عدة لجان، لجنة عسكرية ولجنة اقتصادية وكذلك مجلس وطني مقترح. طبعا هو الحل الذي وقع الترتيب له سياسيا عندما تم الحديث عن توازن ضعف أو توازن قوى على مستوى محلي وإقليمي ودولي في إدارة الملف الليبي، تم مؤتمر برلين بدأ بما يسمى بالخيار الثالث، يعني نخرج الشخصيات ذات البعد الجدلي ونخرج للساحة شخصيات يتفق عليها جميع الليبيين بدون أن نمس من روح أو جوهر ما يسمى باتفاق الصخيرات. وبالتالي غسان سلامة يتحرك على هذه المساحات. طبعا الإشكال في ليبيا هو أن هناك ثلاث مسارات، ثم المسار الدستوري عندما تقيم انتخابات بناء على الدستور أو أسس دستورية، هناك المسار السياسي وهناك المسار العسكري. طبعا الإشكال القائم هو من علاقة السياسي بالعسكري، وبالتالي لابد من لجنة عسكرية، لابد من أن يكون هناك مربع لتوحيد المؤسسة العسكرية. والخطأ هو أن تأتي بملف المؤسسة العسكرية وتعطي إلى نظام انقلابي عسكري. أنا في مصر هل يمكن هذا لبناء تجربة ديمقراطية حل سياسي؟ تعطي ملف، هذا خطأ منهجي وقع، وبالتالي غسان سلامة يريد أن يتحرك على هذا المربع. المربع الثاني هو أن ليبيا دولة معناها هو لماذا الصراع على ليبيا؟ صراع على الموارد، على الثروات، على جبل اليورانيوم في جبل غريان، وعلى الثروات اللي في حوض نالوت والثروات التي في حوض أغدامس. لماذا اليوم هذه الحرب ليست في تونس؟ لأن تونس بلد غير ذي موارد. وبالتالي فالصراع على ليبيا سواء في 51 والآن هو صراع على الثروات بين إين الإيطالية وتطال الفرنسية كما كنت تتحدث منه. وبالتالي الثروات المؤسسة السيادية، البنك المركزي ومؤسسة البترول وصندوق الاستثمار وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية وجملة المؤسسات المؤثرة والقوية التي لها فروع ولها امتدادات مالية هي التي يجب الاتفاق على من يتولاها. وبالتالي هذه الخلفية هذا يسمى سمي بالخيار الثالث. لكن المشكل أن المعادلة الرئيسية هو أن الأطراف التي مؤيدة لحفتر سواء كانوا أمريكيين أو فرنسيين أو روس أو إماراتيين أو مصريين أو سعوديين صرفوا على حفتر. وبالتالي السؤال الرئيسي هو هل هناك حل بدون حفتر وهل هناك حل مع حفتر؟ نعم. والذي أربك أن وضع هذا الرجل الذي ولد سنة 42 والذي عاش 20 سنة يرتد فيها الحانات والديسكو مناها والمراقص الليلية كل ليلة، ووضعه الصحي متردي، عنده حوالي 6 أو 7 أمراض من مرض البروستات إلى جلطة دماغية إلى جلطة قلبية، حتى أنه وضعه الصحي أربك حلفاؤه، حتى أنه هذا الفيديو الأخير كان بلباس صيفي ركب في عاصمة عربية في باعتبار أن مدينة بنغازي يوم درجة الحرارة كانت بين 14 و19 درجة، وبالتالي أوتي بفيلم قديم. وبالتالي كل هذه المعادلات والمعطيات معناها ستضع الحل السياسي الذي سيكون في الربيع القادم.
وبالتالي ما ستدفع لكل قوى هي أن سيكون هناك تصارع وحرب ميدانية، لأنه الذي يخرج من المعادلة الميدانية لن يكون موجود على طاولة المفاوضات. هذه المعادلة الحقيقية في ليبيا. ولذلك ربما يطلب حفتر دائما مزيد من الوقت لتحقيق مزيد من المكاسب على الأرض لتحسين وضعه التفاوضي. نعم هذا هو هذه معادلة بالذات. نشكرك سيد علي اللافي الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشؤون الأفريقية، كذلك نشكرك أيضا سيد مروان الدرقاش المحلل السياسي، ونعتذر عن الخلل الصادر من المصدر، وكنذكر في آخر هذه الحلقة بالاستفتاء المعروض أمامكم على الشاشة، وهو هل ترى بأن للاتفاقية الليبية التركية دورا يواكب مستجدات معركة الدفاع عن العاصمة حتى الآن؟ ولا زال الاستفتاء قائما، ونرجو من جميع المشاركة. نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.